نصف الأسر الأمريكية تشعر بضغط شديد بسبب التضخم، هذا ما أظهره أحدث استطلاع للرأي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي، والذي وجد أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع أثرت سلبياً على الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر. لسوء الحظ، فالتضخم يؤثر على كل الناس. الأسعار ارتفعت، بما معناه أن أصحاب الدخول المنخفضة سيعانون. أعتقد أنه أمر مخيف إلى حد ما، فالناس تفكر في دخل الأسرة مقابل التزاماتها، خصوصا الآن في موسم الأعياد. مكتب الإحصاء أدرج سؤالا جديدا حول تأثير ارتفاع الأسعار، أظهرت الإجابات عليه أن الجميع تقريبا يعاني ضغوطا جراء هذا الارتفاع، سيما في المدن الكبيرة مثل ميامي، نيويورك وواشنطن، حيث ترتفع كلفة المعيشة بشكل مضطرد في هذه المدن. أنا وأسرتي نعاني من التضخم، فنحن أسرة متوسطة، وعلى سبيل المثال كنت أمتلك سيارة، أما الآن فلم أعد أمتلكها. له تأثير بالتأكيد، من المحزن رؤية ذلك، لكنني آمل أن نعود لما كنا عليه من قبل. ووفقا للاستطلاع، فإن عدد المشاركين الذين يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم تزايد في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، وأن أكثر من 40% من الأسر واجهوا أوقاتا صعبة في تغطية نفقاتهم المعتادة، لافتا إلى أن الضغط العصبي الناتج عن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها. استطلاعات الأسر بدأت في العام 2020 لتقديم بيانات واقعية عن الكيفية التي أثر بها وباء كورونا على حياة الناس، غير أن هذا الاستطلاع أظهر تفاوتا بين الجماعات العرقية، فوجد أن أكثر من نصف اللاتينيين والسود المشاركين في هذا الاستطلاع يعانون ضغطا شديدا بسبب التضخم، مقابل 43 من البيض و 38 من الأمريكيين الآسيويين. لقنوات أبوظبي، سيد يوسف، واشنطن.